اخترنا ضيف عثمان عليوات كريم اللي هو عملاق الشاشة الجزائرية. دونك حضرنا لكم ورقة، زميلنا محمد موفق حضر لكم ورقة باش نتعرفوا على المسيرة تاعو عفوا ونحكيوا عليها ونتفكروها، لأنه اشتقناه وتوحشنا، اشتقنا إليه وتوحشناه بزاف الشاشة. يلا نتعرفوا عليها مع بعض. اعطيني تاك يور جان. اسمع سي بركات، بركات حشمنا ما حبيتش تحشم على روحك، خفنا ما حبيتش تحشم، شهدنا ما حبيتش تحشم، وتوزي ها واش نضرب ضدك الشاب نتاعك يا ما. عثمان عريوات واحد من الوجوه الفنية اللي رسمت اسمها بأحرف من ذهب في مجال السينما والتلفزيون، من مواليد 24 سبتمبر 1948 بباتنا. اشتهر بأعماله الكوميدية وحتى الدرامية التاريخية. البداية كانت مع فيلم تاكسي المخفي للمخرج عمار بختي، وتجسيدية كذلك لأدوار تاريخية شخصية الشيخ بوعمامة سنة 1984، أين حاز على الميدالية الذهبية بالاتحاد السوفيتي سابقا عن هذا الدور، إلى جانب عائلة كناس وكرنفال في دشرة في دور السي مخلوف البومباردي وغيرها من الأعمال، ليقرر اعتزال الفن ويغيب عن الساحة منذ فيلم كرنفال في دشرة. روح سيدي كما هولنا الله يهولنا. آمين. الله يريب ساسو. آمين. الله يقلب قنطاسو. آمين. إن شاء الله هاسيدي يمرض وينوض الحب في راسو. آمين. رغم العروض التي وجهت له من قبل كبار المنتجين، والسبب رجحه إلى عدم الإفراج عن فيلمه وقائع سنوات الإشهار الذي لم يرى النور حتى يومنا هذا رغم الوعود. منحه الرئيس عبد المجيد تبون وسام برتبة عشير من درجة الاستحقاق الوطني، كما يسميه الكثير الغائب الحاضر، وإن شفنا له مؤخرا صورة جمعته بالممثل حمزة بن فيغول المعروف بماما مسعودة واللي لقات انتشار كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي انتظار عودة هذا الكبير إلى الساحة الفنية السينمائية والتلفزيونية. أنا عندي دخان شعرة والأخر يتكيف في بعرة والسيجارة عليها السهرة قالوا احنا خاطيين، واحد نسخ بزاشاتيها والاخر للكلبة يرميها والضربة ربي يعطيها لهذه الناس الفالسين.